اللي فهمته من الفيلم اللي مش تكون يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك، هي مش تحكي في حكاية فاتت، فهم ممثلين أخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. معناتها إني روس. ألفا عندها 4 بنات، جوز صغار إيه وتيسير مازالوا عايشين معاها، والجوز الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب. وزادة باش تتعرفوا على الجوز ممثلات اللي باش يمثلوا أخواتكم الكبار. إما فما ممثلة باش تعوضك وقت اللي أنت شي حوايج صعبة عليك تنجمش تعملها. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم، دايما برشوف الجروح متاعك. أكسيون. اي اما مازلت ترى اللي اي حاجه عندها علاقه ببدنهم. طب بدني ملكي يعني، ما انا ملكش حكومه. جاتك القوه هذه كلك منين طلعتي بيه الكلام هذا؟ هاو كان نلقى وقت نشدها نبرك عليها كيف من هكا، والله قاعده نعبر يعني نحكي في الفيلم مش نحكي في الدار. انت وشني الغلطه في هذا؟ سامحني شني يا انت قالت لك طفل باسني. انت ما بصتش في عمرك كان باسني، وانا ناخذ الثاني وناخذ الثالثه. خاطر كيف ما قالت لك نفس اللي تمارس عليها هي في حياتها عملته في حالكم. أخت كوين ما نعرفش، بقول لها برش حاجات أي. في الفيلم هذا باش نحاول نحكي حكاية بنت ألفا